ان شاء الله هنبدا النهارده هنتكلم هنكمل الجزء اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. احنا المره اتكلمنا عن ايه؟ عن مخاطر الايه؟ الكهرباء. واتكلمنا عن العدد اليدويه ومخاطر ايه؟ استخدامها وطريقه ايه؟ استخدامها. واتكلمنا على السيفتي اللي المفروض تتبعه اثناء استخدامك للايه؟ للهاند تولز والالكتريكال ايه؟ هاند تولز. وقعدنا نقول الكتريكال تشوك اللي هي الصدمه الايه؟ الكهربائيه. طب النهارده عاوزين نتكلم بقى ايه هي الكهرباء؟ يعني احنا لما نقول صدمه كهربائيه بس احنا عايزين نتكلم على الكهرباء. اول حاجه بتحصل ان دلوقتي عندي دائره كهربائيه دي بتتكون من مصدر للجهد، خلاص مصدر للجهد خلاص، والمفروض فيه مسار وفي ايه؟ حمل. مصدر للجهد ومسار وايه؟ وحمل. مصدر للجهد ده انا بقول عليه ايه؟ فولتج، خلاص. المسار ده بقول عليه ايه؟ باور، تمام. في ناس بتقول عليه ايه؟ لوب، تمام. بس لازم المسار ده او اللوب لازم يكون مغلق، كلوز. طب لو مفتوح مش هيمر طياره، مش هيبقى فيه كهرباء. الحمل ده ممكن يكون اي حاجه، ممكن يكون لمبه لام، ممكن يكون مقاومه ريزيستور، ممكن يكون ليد. دي حاجات هنعرفها بعدين، خلاص. يبقى عندي مصدر جهد، عندي مسار، عندي ايه؟ حمل. الحمل ده اللي ايه؟ اللي هيبان عليه مصدر الجهد بتاعي. ما دام عندي جهد ومسار وحمل هيولد ايه؟ تيار. هنقول عليه ايه؟ تيار كهرباء. تيار ايه؟ كهربي. من انجلش ايه؟ الكتريكال كرنت. الكتريكال ايه؟ كرنت. طب احنا ممكن تيجي هنا عشان لو تتابع بس. شوف كده اللي شفت الكتابه ظاهره ولا ايه؟ طيب الالكتريكال كرنت عندنا نوعين اثنين من مصدر الجهد. النوع الاولاني بنسميه دي سي. اختصار ايه دي سي ديت؟ اختصار لكلمه دايركت كارنت. دايركت كارنت، تيار مستمر. تيار ايه؟ مستمر. طيب اوصف التيار المستمر ده ازاي؟ تمام؟ عشان اوصفه هو اشاره كهربيه ترددها صفر. اشاره كهربيه ذات قيمه سواء كانت موجب او سالب ترددها ايه؟ صفر. اقسمها ازاي؟ لما باجي اقسم عندي محورين، محور اكس ومحور واي. ادي محور ايه؟ واي، وادي محور ايه؟ اكس. ده اكس وده ايه؟ واي. محور واي ده انا همثله هقول عليه ايه؟ التيار. التيار ده دايما مرموز بالرمز اي. طب المحور الافقي مرموز بالرمز تي اللي هو الزمن. يبقى المحور الافقي التايم، والمحور الراسي اللي هو الايه؟ الكرم. احنا قلنا ايه؟ هو إشارة كهربية لها قيمة ترددها بإيه؟ بصفر. يعني إيه تردد؟ حد يعرف يعني إيه تردد؟ إيه؟
التردد هو number of cycles per second. يعني عدد cycles او التموجات في الثانية الايه؟ الواحدة. في حالة الدي سي مفيش تموجات. مفيش ايه؟ تموجات. ده هو عبارة عن ايه؟ قيمة ثابتة. وبرسمها بالشكل ده. يبقى احنا قلنا اشارة كهربية ذات قيمة. وليكن قيمتها خمسة امبير مثلا. يبقى اشارة كهربية ذات قيمة ثابتة. لما كان الزمن واحد ثانية القيمة كانت كام؟ خمسة. لما كان اثنين ثانية، لما كان ثلاثة ثانية، وهكذا. وده معنى كلمة ايه؟ دايركت كارنت. طيب ايه بقى النوع الثاني؟ النوع الثاني اسمه AC. AC. AC اختصار لكلمة alternating current. alternating ايه؟ current. هي إشارة كهربية لها قيم مختلفة. لها قيم ايه؟ مختلفة. ذات تردد، لها تردد. ازاي؟ لو جينا رسمنا ادي محور واي وادي محور ايه؟ اكس، ادي تي وادي محور الرأسي اللي هو الايه؟ التيار. على فكرة ممكن يكون تيار أو جهد. الجهد مرموز له بالرمز ايه؟ في. التيار ده مرموز بالرمز ايه؟ اي. بس انا كاني بتكلم عن الكرنت فبكتب ايه؟ اي. هتلاقي قيمته عامله كده. لما كان الزمن بصفر طب قيمه التيار بكام؟ بصفر. لما كان الزمن هنا وليكن مثلا واحد ثانيه كانت القيمه ايه؟ اكبر ما يمكن هنا. لما رجع تاني عند اثنين ثانيه كانت القيمه رجعت ايه؟ بصفر. ده انا هقسمه كده. نفس الكلام ده في الايه؟ في الجزء الموجب ده خمسة ايه؟ فولت. في الجزء اللي بعد ثلاثة ثانية وبعد أربعة ثانية. بعد ثلاثة ثانية بدأت الإشارة تقلب تبقى في الايه؟ في الثانية. دي ناقص كام؟ ناقص خمسة فولت. من اول هنا لغايه هنا دي اسمها ايه؟ تي. الفتره الزمنيه اللي حصل فيها الايه؟ الاشاره. من اول هنا لغايه ايه؟ لغايه هنا. من اول صفر لغايه ايه؟ أربعة ثانيه. دي اسمها ايه؟ تي. الفتره الزمنيه اللي حصل فيها الايه؟ الاشاره. عايز احسب التردد اف هيساوي واحد على مين؟ على تي. وحده الزمن ايه؟ ثانيه. بقول عليها ايه؟ سكن. يبقى الاف هيساوي واحد على ايه؟ على تي. الوحده بتاعتها ايه؟ اتش زد هرتز. هرتز نسبة للعالم اللي اخترع الايه؟ او اللي اكتشف التردد. يبقى الاف بتساوي ايه؟ واحد على تي او نمبر اوف سايكلز ايه؟ في ايه؟ في السكن. ده الفرق بين الالترنيتنج والفرق بين الايه؟ بين الدي سي. في حد مش فاهم حاجة؟ يبقى ايه هي الكهرباء؟ لو هنتكلم بقى نعرفها بالانجلش electricity is the flow of energy from one place to another. يعني الكهرباء عبارة عن ايه؟ انتقال الطاقة من مكان الى ايه؟ الى اخر. او ممكن نقول تعريف تاني flow of charge. فيض من الايه؟ من الشحنات path يبر
in closed circle في دايرة ايه؟ مغلقة. في دايرة مغلقة. الكلام ده موجود في الورقة خلاص بقى بيشوفيه. احنا انا هشرح المحاضره دلوقتي، مش يعني مش وقته دلوقتي ان احنا نعلم، فاهمني؟ لا اصغر ما تكتبش. ايوه افهم دلوقتي وبعدين بعد كده هنبقى نعلم. خلاص انا بشرح اللي انا قلته بس بقوله بالانجليش بس عشان تبقى اوير بالموضوع يعني. طيب عشان يمروا تيار محتاجين ايه؟ محتاجين مصدر للباور، سورس اوف باور، ده اللي بيولد الايه؟ الجهد. بعد كده بيمر فيض من الالكترونز في موصل اللي احنا بنقول عليه الايه؟ المسار. تمام؟ في مسار ايه؟ مغلق. ترافلز ان ا كلوزد لوب، بيمر في مسار ايه؟ مغلق. لازم يكون المسار مغلق. لو المسار مفتوح مش هيحصل ايه؟ مش هيحصل مرور للتيار. تمام؟ طيب ازاي الصدمه الكهربائيه بتحصل؟ الصدمه الكهربائيه بتحصل نتيجه ان انت بتبقى جزء من الدايره، بتقفل الدايره. بتقفل الايه؟ الدايره. نفترض ان انت هنا عندنا مصدر للجهد فولتج سورس. خلاص؟ واحنا قلنا ايه؟ في ايه؟ مسار. وفي هنا ايه؟ لود اللي هو الحمل. وده فولت سورس وده الايه؟ وده اللود. وكملنا مسار الايه؟ الدايره. لو انت كشخص جيت وقفت الحته دي مثلا ومسكت الطرفين دول، وطبعا انت هنا ايه؟ واقف على الارض مش لابس ايه؟ حاجه. ايه اللي هيحصل؟ هتتكهرب كده يعني. الكهرب خلاص كده يعني جسمه ايه؟ هيحصل ايه؟ الكتريكال شوك. او لو وقف هنا، لو وقف تحت هنا مثلا المهم ان هو اصبح جزء من الايه؟ من الدايره. هنقول عليه ايه؟ بار اوف ذا سيركل. طب انا ممكن مستر امسك جزء واحد يعني سلك واحد بس من الكهرباء واقفل الدايره. بقفل الدايره ماشي، بس انت عالي انت واقف على الارض. هو لو واقف على الارض يعني ايه؟ يعني انت لابس الارض. انت لابس الارض خلاص هتتكهرب برضه. يعني انت لو جيت مسكت المصدر الجهد بس وكنت ماسك الارض، ايه اللي هيحصل؟ هتتكهرب. ولو مسكتها من بعد اللود ما الكهرباء ماشي. الفكره هل انت معزول عن الارض ولا لا؟ طب ايه هو الارث؟ طب ليش اشمعنى احنا قلنا الارض؟ ايه هو الارث؟ الارث ده عباره عن ايه؟ الارث عباره عن ان انت اي حاجه لها مقاوم. فالارث ده دايما بيبقى مقاومته صغيره جدا من صفر لخمسه ايه؟ اوم. عشان كده تلاقي في المنشات الصناعيه بيعملوا ايه؟ ارضي. ليه بيعملوا الارضي؟ علشان لو حصل لا قدر الله تسريب في التيار او حصل مشكله يفرغ فين؟ في الارث ده، يفرغ في الارض. ما يعملش حرايق، ما يموتش حد. تمام؟ عشان كده اخترعوا حاجه اسمها الايه؟ الارث. طبعا الارث ده ليه طرق في ان هم يصنعوه. بيفحر فحره كبيره وبعد كده بيحط حاجات معينه وبعد كده بيحط حربه، انت فاهمني؟ لازم قيمته ايه؟ طبعا افضل ارث اللي قيمته كام؟ صفر. واسوأ ارث اللي قيمته كام؟ خمسة اوم. يفضل ان هو يبقى ايه؟ قريب من الصفر. طيب التيار الكهرباء عامل زي الميه، دايما بيمشي فين؟ في الوطن. الميه دايما تمشي فين؟ في الوطن. في ما تمشي في العالي؟ ممكن تمشي في العالي بس لو في ايه؟ موتور رفع. بس لو ما فيش موتور رفع عمرها ما تمشي في الايه؟ في العالي. دايما الميه بتمشي في الايه؟ في الوطن. نفس الكلام التيار.
التيار دايما بيمشي فين؟ في الواقي. اول ما بيخش الدايره بيدور على اقل حته في الدايره مقاومتها ايه؟ قليله، يبدا يخش فيها. عشان كده عملوا حاجه اسمها الارث، بحيث لو حصل تسريب او حصل مشكله في الدايره بايه؟ يفرح فين؟ في الارض. طيب هو بقى لو واقف، لو لابس سيفتي، ولابس جزمه سيفتي مثلا، مش هيتكهرب. لو عازل نفسه مش هيتكهرب. تمام؟ لان هو كده ما قفلش الايه؟ ما قفلش الدايره. في عازل بيعزله ان هو يقفل الايه؟ الدايره. ده اللي هو بالنسبه لموضوع الايه؟ الصدمه الكهربيه والايه؟ والكهرباء. طيب هنتكلم على الاصابات الكهربيه. الاصابات الكهربيه هما نوعين رئيسيين. في نوع بيندرج تحته ثلاث انواع، وفي نوع اللي هو الايه؟ اللي هو نوع لوحده يعني. النوع الاولاني اللي هو الاصابات المباشره. الاصابات المباشره ديت زي ايه؟ ممكن تحصل صدمه كهربائيه تؤدي الى الوفاه، electrocutions or death due to electrical shock. خلاص، صدمه مباشره تؤدي الى الايه؟ الوفاة. تاني حاجة إلكتريكال تشوك، صدمة بس ما بيموتش. يبقى رقم واحد صدمة مباشرة تؤدي إلى الوفاة. وإحنا قلنا الصدمة المباشرة دي تبقى إيه؟ تبقى مباشرة يا إما في القلب يا إما في الإيه؟ في الرأس. تالت حاجة البيرنز، الحرائق. صدمات غير مباشرة اللي هي الإيه؟ السقوط. مين فينا ما بيتفرجش مثلا يبقى ماشي في الشارع ويلاقي واحد راجل شغال في الكهرباء عامل، وتلاقي فجأة اتمطر. بتحصل كتير، تلاقي فجأة ايه؟ هو شغال في الكهرباء في الشارع كده، تلاقي اتمطر من على السلم. لو مش عادل نفسه، تلاقيه اتمطر ووقع الايه؟ في الشارع. ديت ايه؟ اسمها اصابات غير مباشرة. ان دايركت. خليه دلوقتي. هاتوا معايا. مش عايز انا مش عارف ده بتاعي ولا بتاعي. شوف لو مكتوب على الاسم احمد محمد هو ورقه دخلت ورقه. طب بس عشان هتحصلنا دلوقتي، اقعد دلوقتي. طيب في حاجتين مهمين برضو المفروض ان احنا هنتكلم عنهم، اللي هي الشورت سيركت والاوفر لود. شورت سيركت احنا بنقول عليها الايه؟ القفله، ان يحصل قفله في الايه؟ في الدايره. طب ايه هي الشورت سيركت؟ شورت سيركت cause a great increase in the flow of the current through the cord producing heat and perhaps initiating a fire. يبقى القفلة بتعمل ايه؟ بتؤدي الى زيادة التيار الكهربي بصورة مفاجئة، مما يؤدي الى وجود ايه؟ سخونية. السخونية بتؤدي الى وجود ايه؟ حرائق. ده بيسموه ايه؟ بيسموها القفلة short سيركت. بيقول لك اللي السلكين لمسوا في بعض. يعني ايه معناها السلكين لمسوا في بعض؟ يعني حصل ايه؟ حصل قفل. طيب الاوفر لود، الاوفر لود اللي هو الايه؟ الحمل الزائد. الحمل الايه؟ الزائد. الاوفر لود اوكور وين مور كرنت فلوز ثرو اكورد ذان اتس ريتد تو هاندل. Power strips can be overloaded if too many high current draw devices are plugged in at one time. يعني ايه؟ يعني لو عندي اكثر من مصدر من الايه؟ من التيار في وقت ايه؟ في وقت واحد. عمال بسحب تيار في اكثر من مصدر للتيار في ايه؟ في وقت واحد، بيحصل ايه؟ حمل زائد. Overload. خلاص؟
يبقى الاوفرلود الكور هو وين مور كارنت فلوز ثرو ا كور بيحدث نتيجه مرور اكثر من تيار في الكور. الكور بتاعك اللي هي الايه اللي عملوا عليها الايه الاوتلت او الفيشه بتاعتنا او الحاجه اللي انت بتستخدمها في الايه في الدايره. في عنصر الكتروني مهم جدا بيخلينا نقدر نتفادى موضوع القفل اللي اسمه الفيوز. سيبك بس من الصفحه دلوقتي وانا بتكلم عبري. الفيوز ده عباره عن ايه؟ عباره عن فتيله موجوده في غرفه زجاجيه. تمام؟ ايه اللي بيحصل لما التيار بيزيد عن انا لما تروح تشتري فيوز قلت له انا عايز فيوز 1 امبير او 2 امبير او 3 امبير خلاص. لو انت مثلا بتستخدم دايره والفيوز ده 1 امبير والتيار زاد عن ال 1 امبير بقيمه اكبر من ال 1 امبير بيحصل ايه؟ الفتيل ما بيقدرش يستحمل التيار اللي داخل فبالتالي بيحصل ايه؟ قطع وبالتالي بيفصل الدايره. طب الفيوز بتوصل توالي ولا توازي في الدايره؟ الفيوز زي ما بتوصل ايه؟ توالي. توالي ليه؟ علشان يقدر يشيل او ياخد الحمل او ياخد التيار كله اللي ماشي في الايه في الدايره. اي فيوز هتلاقيه متوصل ايه توالي. يبقى بيتكون من ميتال استريب او واير ايه استريب ونقول عليها ايه فتيله ماونتد بتوين ا بير اوف الكتريكال تيرمينالز اند انكلوزد باي ا نون كوندكتنج هاوسنج. بيتحط في حاجه اسمها هاوسنج او غرفه زجاجيه بتاع صغير كده. حد فيكم ما شافش الفيوز؟ انا بقى نشوف في العمل. تمام؟ انا بنشوف الايه في العمل. في نوعين من الفيوز. في نوع اسمه فاست بلو وفي نوع اسمه سلو بلو. فاست بلو وفي نوع اسمه ايه؟ سلو بلو. الفاست بلو ده اللي هو الفيوز اللي بستخدمه دايما في عشان احمي لو انا عايز احمي السيمي كوندكتور ديفايسز. بقى في قدام شويه هنتعامل مع السيمي كوندكتور وهنشرحه هو ايه بالظبط. هنبقى نتكلم عنه. المهم تعرف ان الفيوز ده بيستخدم ان هو بيحمي السيمي كوندكتور ايه ديفايس اللي هي المواد اللي هي اللي هي الاجهزه الشبه ايه الشبه موصله سيمي كوندكتور ديفايس زي الايه زي مثلا الدايودات الترانزستورات. طبعا على حسب بقى يعني انا مش هستخدمه عشان احمي دايود بس او احمي ترانزستور بس. لا انا بستخدمه في عشان احمي جهاز كبير. تمام؟ ده بيقطع بعد 1/10 ثانية. يعني لو التيار زاد بيستنى مده 1/10 ايه ثانيه. بعد 1/10 ثانية ايه الدايره الفتيله تتقطع عشان يحمل ايه الدايره. لان التيار لو زاد هيحصل ايه؟ هيحصل شورت سيركت. عشان قلنا شورت سيركت اللي هي القفله دي. القفله يعني عباره عن ايه؟ تيار بيزيد فجاه. لما بيزيد فجاه بيولد ايه؟ سخونيه. لما بيولد سخونيه بيولد ايه؟ حرائق فاير. تمام؟ فالنوع الاولاني اللي هو الفاست بلو. الفاست بلو ده اللي هو بيقطع في خلال 1/10 ايه ثانيه. النوع الثاني اللي هو السلو بلو. السلو بلو ده بيستخدم ان هو بيحمي بس في المواتير. ده بيقطع بعد 10 ثواني. لو التيار زاد بيقعد 10 ثواني. بعد 10 ثواني يبدا ايه يقطع. اخر حاجه هتكلم عنها اللي هي الفلكس. احنا كنا المره اللي فاتت على عمليه اللحام وكويات اللحام واللي بيحصل نتيجه استخدام شروط اللحام وكويه الايه اللحام. مش كنا على الكلام ده كل مره اللي فاتت؟ احنا وقفنا عند السولدر. خدنا السولدر. لا احنا وقفنا عليه عشان اعمل ميت ما عندي. خدنا السولدر لما شرحناه قلنا تن وليد والكلام ده خدناه. راجع المحاضره هتلاقي ما قلنا خلاص. الفلكس ده بقى مساعد لعمليه اللحام. خلاص الفلكس ده ليه وظيفتين اثنين. بيعمل ايه الفلكس؟ الفلكس بيزيل طبقه الاكسيد اللي بتتكون على السطح. يعني انا لو عندي بورده او عندي اي حاجه على طبقه اكسيد ممكن احط عليها ايه فلكس. الفلكس ده هيساعد ان هو يزيل ايه طبقه الاكسيد دي.
تاني حاجة بيمنع تكون طبقة الايه؟ الأكسيد. يمنع أصلا لو انت حط لو انت عاوز تحمي البوردة بتاعتك او تحمي اللحام بتاعك ممكن تحط ايه؟ تستخدم الايه؟ الفلاكس، لانه بيمنع تكون طبقة الايه؟ الأكسيد، بيزيد طبقة الأكسيد وبيمنع تكون طبقة الايه؟ الأكسيد، خاصة لو انت شغال بتحم سن الكاوية حالا من كتر اللحام بيبدأ ايه؟ بيبقى السنسيتيفيتي بتاعته او الحساسية بتاعته بتقل، فبتضطر تعمل نتيجة تكون الايه؟ الأزير عليه. الزر اللي بين لما بينشف عليه فبي ايه؟ بيخلي حساسية سن الكاوية ايه؟ مش كويس، فبتضطر تعمل ايه؟ تحط سن الكاوية في الفلاكس. الفلاكس ده عبارة عن بيبقى علبة كده عاملة زي الشحم كده، تمام؟ او هتفتكر مربى فتاكلها ولا حاجة. فلاكس مساعد لحال، هو اسمه كده فلاكس. خلاص، ده كان الجزء الاول الخاص بموضوع الهازارد والسيفتي الخاص بالكرايتيريا اللي هي بي 1. في حد عنده سؤال في اللي احنا قلناه؟ خلاص ممكن تقول.